يستمر وزير المالية الإسرائيلي فيكتور ليبرمان في العمل على بلورة الميزانية العامة للدولة حيث أجرى ليبرمان عدة لقاءات منها لقاء مع المفتش العام للشرطة الجنرال يعقوب شبتاي حيث تناول اللقاء آفة العنف المستشري في المجتمع العربي وقال ليبرمان إن هذه الآفة تمس جميع مواطني إسرائيل وليس المواطنين العرب فقط ويعمل وزير المالية فيكتور ليبرمان بالتعاون مع قيادة الشرطة على بلورة خطة ضمن الميزانية القادمة والتي من شأنها أن تساهم في الحد ومحاربة آفة العنف في المجتمع العربي خاصة وإسرائيل عامة